طلاب الصف الثاني اعدادي، اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله هنبدا في اولى دروس ماده الساينس بعنوان الاوسيلاتوري موشن. يلا جاهزين نبدا مع بعض؟ يلا بينا. اول حاجه ناخدها مع بعض نعرف الكونتنت. اول حاجه البريودك موشن، نعرف يعني ايه البريودك موشن. بعد كده ناخد التايبس اوف بريودك موشن، وبعد كده الاوسيلاتوري موشن اللي هو موضوع درسنا النهارده. وبعد كده ناخد الجرافيكال بريزنتر او ريبريزنتيشن اوف اوسيلاتوري موشن، وبعد كده بروبرتيز اوف اوسيلاتوري موشن. طيب اول حاجه تعالوا نعرف مع بعض واتس مين باي بيريودك موشن. طيب احنا قبل كده في السنين قبل كده سنه اولى اعدادي عرفنا في نوع من انواع الموشن بنسميها الترانزيشنال موشن او الحركة الانتقالية. يعني ايه ترانزيشنال موشن؟ يعني انا عايز امشي اتحرك من مكان للتاني، عايز اروح مثلا من الحتة دي للحتة دي، فانا بنتقل من نقطة معينة او فيكسد بوينت تو انذر بوينت. حلو، يبقى انا بتنقل من نقطة لنقطة تانية. طيب زي مين؟ زي موفمنت اوف ذا كار، ودي عرفناها قبل كده. طيب تاني نوع عندي الموشن اللي هي البريودك موشن، واللي هي بتتقسم لتو تايب وهناخدهم مع بعض كمان شويه. فاول حاجه نعرف بس وات مين باي بيريودك موشن. بيريودك موشن يا اولاد بيقول لي اتس ا موشن ويتش از ريجولري ريبيتيتد ان ايكوال بيريودز اوف تايم. ايه ده يعني؟ ايه يا مستر؟ طب ما تيجي نشوف مع بعض كده الصوره اللي قدامنا. لو جينا نبص كده في الصوره اللي قدامنا المرجحه ديت، هنلاقي ان هو هنلاقي اللي قدامنا عمال بيروح ويجي repeated in equal periods of time، بتتكرر عمال يروح ويجي. لو خدنا بالنا عمال يروح ويجي يبقى في تكرار. حلو، يبقى وفي تكرار بانتظام اللي هو regularly repeated، يعني مش بيتكرر بس، لا بيتكرر بانتظام وفي وقت equal periods of time، في اوقات او فترات محدده. حلو، يعني هو عمال يروح ويجي يروح ويجي. طيب ده مثال. في عندي برضك مثال تاني البندولم، هنلاقي في البندولم نفس الموضوع برضك، عمال البندولم بيروح كده وكده يرجع كده، يروح كده ويرجع كده بالشكل ده، يبقى برضك بيحصل له repeated in equal periods of time، بيتكرر في وقت او فترات زمنية متساوية. جميل. طيب ده اول حاجة معانا النهاردة. تاني حاجة ناخدها مع بعض اللي هي types of periodic motion او types of periodic motion. الاوسيلاتوري موشن وهو موضوع درسنا النهارده، والويف موشن. الاوسيلاتوري موشن زي السمبل بندولم. طيب الويف موشن اللي هي ايه؟ لما بيجي مثلا دروب اوف ووتر فيل داون اون ذا سيرفيس ووتر اوف ووتر. حلو، لما يحصل الدروب اوف ووتر زي ما قدامنا كده، هنلاقي المنظر اللي قدامنا دوت، فبيحصل كلنا اكيد شفنا الحته ديت. لو نقطة مية، بلاش نقطة مية، لو حتى روك أو صغننة جدا، روك صغيرة جدا أو أي حاجة، حاجة صغيرة جدا وقعت في مية، هتبدأ تقعد تتباعد 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 وتعمل لي شكل ويف بالشكل زي ما قدامنا كده. أكيد كلنا شفنا الكلام ده. لو جينا مثلا نحذف مية نحذف طوبة في المية قبل كده فترة من فترات، أكيد هنشوفنا الكلام ده قبل كده. جميل، ده إن شاء الله هيكون موضوع ليسون 2 باذن الله. اما احنا دلوقتي موضوع درسنا اللي هو الاوسيلاتوري موشن، تعالوا بقى نتعرف على الاوسيلاتوري موشن بالتفصيل اكتر. دلوقتي هنعمل مع بعض اكسبيرمنت توضح ذا كونسبت اوف اوسيلاتوري موشن. التولز اللي عندي بنسل، ثريد، وعندي كوين زي ما وضح قدامنا في البيكتشر او في الفيجر. طيب اول حاجه ميك سمبل بندولم زي ما قدامنا، تايد بنسل ويز ذا ثريد and coin. Second step, move the coin to left and right أو right and left. هنلاحظ إن أو الـ observation هيكون the oscillating body اللي هو اللي احنا مكونين دوت moves in the both side around original position. حلو، displacement of oscillating body around its original position. هنلاقي velocity reach maximum value when it's pass through original position and decrease gradually when the body moves away.
الكونكلوجن معانا هنا ان الموفمنت اوف اوسيليتنج بودي اراوند اتس ريست بوينت از نون اوسيليتوري موشن. تعالوا بقى نشوف مع بعض ايه هو الاوسيليتوري موشن از ا ديفينيشن. هنلاقي الاوسيليتوري موشن هي موشن اكيد. طيب هي موشن بس ايه بقى اهم حاجه؟ موشن اوف اوسيليتنج بودي اراوند اتس ريست بوينت. طيب نقف لحظه بقى كده. يبقى اول حاجه بتعتمد على ايه؟ اوسيليتنج بودي. جميل. طيب موشن بتاعته فين بقى؟ اراوند ايه؟ اراوند اتس ريست بوينت. ويعني ايه ريست بوينت يا مستر؟ يعني النقطه اللي هي ايه which start from it، يعني هي اللي بدا من عندها. هو بدا من ريست بوينت. يعني انا دلوقتي زي كده ما انا جت اتحرك مثلا اروح اخرج من البيت، يبقى انا بدات او مثلا اخرج واروح من اسافر من بلد للتاني، سافر مثلا من القاهره للايه لاسكندريه. انا مثلا لو سافرت من القاهره لاسكندريه كان الريست بوينت بتاعي ايه؟ القاهره. طب وصلت فين؟ وصلت اسكندريه. حلو. بس هنا بقى بتختلف شويه. ليه بقى؟ لان هنا الموشن بيحصل لها ريبيتيتد ثرو ايكوال انتفرال اوف تايم، يبقى هنا بتتكرر في فترات. لكن هناك انت بتسافر اسكندريه او هترجع اكيد، بس هترجع بعد مده كبيره. لكن هنا لو جينا شفنا كده البندوله من عندنا في الصوره اهو، فين الريست بوينت اللي بدا من عندها اللي هي هنا مثلا غالبا؟ طيب ان هو بالبدايه بيبقى ثابت خالص. طيب فكده عمال يروح ويجي يروح ويجي يروح ويجي، يبقى روح كده ابورد داون رود اوبورد داون وورد وهكذا. ده بيحصل ايه؟ وبيحصل ريبيتيتد through equal of integral او integral of ايه of time، بيتكرر على فترات زمنيه. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض حاجه تانية توضح لنا الدنيا اكتر. طيب نشوف الاكزامبل بتاعه الاوسيلاتوري موشن. هنلاقي اول حاجه السبرينج. كلنا اكيد عارفين السبرينج قدامنا، اكيد كنا شفناه سواء بقى موجود في الالعاب بتاعه الاطفال او موجود في حاجات كتير قوي. السبرينج بيبقى موجود في حاجات كتير قوي اللي هو اللي بنقول عليها السوسته كده باللغه بالعاميه بتاعتنا اللي هي السوسته. كلنا عارفين اكيد السوسته، شفناها في القلم حاطه اللي هو الايه اللي بنكتب بيه، نفس الموضوع. السبرينج ده اللي بيحصل في ايه يا اولاد؟ حلو. انا لما باجي مثلا اضغط على القلم حلو، فبيحصل ايه؟ السوسته دي تبدا تخش لجوه. ضغطت تاني على القلم فالسوسته ترد لبره. هنا برضك نفس اللي قدامنا في الصوره، بس هنا بقى حطيت ويت، حطيت ثقل اللي هو ايه عشان تو ايه تو موف تو داون وورد. حلو. اول ما بزق لتحت كده يبدا ايه يحصل له اكستراكشن. بعد كده اول ما برفع فوق كونتراكشن اكستراكشن كونتراكشن اكستراكشن كونتراكشن. حلو. يعني بيحصل ريبيتد، بيحصل تكرار، صح كده؟ ما هو بدا من النقطه اللي هو ايه بدا فيها. طيب تعال نشوف انذر اكزامبل الايه الفورك تانل. الفورك تانل الفورك تانل دي يا اولاد هي عباره عن عارفين ايه الشوكه بتاعتنا، بس هي شكلها زي ما قدامنا كده بالشكل ده، هي ده شكلها. مجرد ان انا بعمل لها، هناخدها مع بعض اكتر قدام كل شويه كده، ناخدها في يونت 2 ان شاء الله في الدرس بتاع الساوند. افتكروا الكلام اللي انا قلته لكم، ان شاء الله ناخدها في الدرس بتاع الساوند في يونت 2 ليسون 1 ناخدها بالتفصيل اكتر. فده شكل الايه الفورك تانل. طيب هي عباره عن زي ما اتفقنا شبه الشوكه كده، بخبطها بتديني صوت كده ايه عليها الشوكه رنين، بتديني صوت رنيني كده. تالت اكزامبل عندي اللي هو الاسترتشد سترينج او اللي هو الايه الوتر مش ذا لاست اكزامبل بندولم اوف كلوك. هنلاقيه اللي هو لسه واخدينه من شويه اللي هو الايه البندولم، بس اللي موجود في الايه في الكلوك. تعالوا بقى نعمل مع بعض اكسبيرمنت توضح الجرافيكال ريبريزنتيشن اوف اوسيليتوري موشن. يعني ايه يا مستر؟ يعني التمثيل البياني للحركه الاستاتيكيه. طيب ايه التولز اللي عندي؟ اول حاجه عندي بيبر تاب زي ما وضح قدامنا، وسبرينج وهولدر وويت عشان ازق لتحت، وبنسل. طيب ايه الستبس بقى؟ اول حاجه بيقول لي فيكس ذا بنسل تو ذا ويت زي ما قدامنا كده، اثبته بالويت. تاني حاجه هاند ذا هولدر ات ذا وان. طيب والانذر سايد او الانذر اند تو ذا هولدر. جميل. ايه بقى الخطوات؟ اول حاجه ميك بنسل او ميك بنسل تاتش تو، تعالوا كده نشوفها مع بعض تاني، نشوفها مع بعض تاني. ميك ذا بنسل تاب تاتش ذا ميدل بوينت اوف ايه اوف ذا بيبر تاب. جميل.
دي اول حاجة. يبقى انا كده حددت انا هبدأ منين، ده الستارت بوينت. طيب بعد كده السكند ستيب رول ذا بيبر، رول ذا بيبر. بص كده شايفين رول ذا بيبر تاب زي ما واضح قدامنا اهو ريجولري، زين بول ذا ويت داون مور اند ليتس ات جو. حلو، يبقى اعمل البيبر ديت بيبر تاب الفها بالشكل ده كده، وبعد كده في نفس الوقت اعمل ايه، اخلي بول 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 يعني اسحب الويت داون مور عشان خاطر ايه يبدا بقى تو ستارت، تو ستارت بريزنتيشن او ريبريزنتيشن. اوكي اهو، ايه بقى اللي لاحظتوه؟ اهو اهو ايه اللي لاحظناه، البنسل عمال كل ما الويت ينزل لتحت داون مور يرسم كيرف، بعد كده يطلع ينزل يطلع ينزل كيرف 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 بالشكل ده كده. يبقى ايه الاوبزرفيشن، ذا بنسل درو ذا شيب اوف اوسيلاتري موشن ان ذا بيبر تاب بالشكل اللي قدامنا. طيب طب ايه بقى الكونكلوجن من الموضوع ده، ان السمبل فورم اوف اوسيلاتري موشن بيقول لي ذا سمبل هارمونيك موشن. يعني ايه سمبل هارمونيك موشن يا مستر؟ يعني نوع حركه توافقيه، باللغه العربيه معناها التوافقيه، يعني زي بعض. يعني هنا في داون وورد بيحصل ايه، يقوم رسمني بالشكل تحت الايه الداون ايه كيرف، بعد كده اب وورد يطلع برضو كده فوق بالكيرف الايه بالتوب اوف ايه اوف كيرف، يبقى توب بوتم توب بوتم، يبقى عمال طالع نازل بنفس ان ذا سيمبل او هارمونيك بنفس الطريقه ونفس التكنيك. اخر بوينت بقى ناخدها مع بعض اللي هي الكونسبت ريليتد تو اوسيلاتري موشن، او بمعنى اصح بروبرتيز اوف ايه اوسيلاتري موشن. طيب ايه هي الكونسبت ديت؟ اول حاجه عندي الامبليتيود، تاني حاجه الكومبليت اوسيليشن، بعد كده بيريودك تايم، واللاست بوينت اللي هي الايه الفريكوانسي. تعالوا نبدا مع بعض بالفيرست بوينت. الفيرست بوينت اللي هي الامبليتيود. طيب اول حاجه عايزين نعرف وات مين باي امبليتيود. الامبليتيود بيقول لي it's a maximum displacement achieved by oscillating body away from the original position او its original position. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني زي ما وضح قدامنا في الفيجر، لو جينا نبص ديت اللي هي الايه الريست بوينت. حلو، بيقول لي the maximum displacement، يبقى اقصى حاجه بيبعدها كده الاوسيليتنج بودي عن الريست بوينت، يبقى اقصى ازاحه او اقصى مسافه بيقطعها الاوسيليتنج بودي away its rest point او its original position. يبقى ديت مثلا عند بي يبقى كده ايه امبليتيود. طيب وهنا برضك لما بيرجع البندولم، لما طبعا انا بعمل له عمليه اوسيليتنج، حلو، لما بيرجع بقى البندولم بالشكل ده كده برضك هيبقى ايه another amplitude، ولما بيروح another side بالشكل ده للبوينت سي برضك امبليتيود، ويرجع باك تاني تو A برضك امبليتيود. يبقى انا كده عندي 4 امبليتيود في الايه في الفيجر اللي قدامي، وهنعرف مع بعض الفور امبليتيود دول ايكوال ايه. بس تعال نشوف حاجه تانية اللي هي الايه، ازاي اطلع الامبليتيود من الايه من الكيرف او الايه الرسم بتاعي او البيان الرسم البياني بتاعي. طيب زي ما اتفقنا ان الامبليتيود هو ماكسيمم ديسبيسمنت اتشيفد باي اوسيليتنج بودي، ودي عرفناها. طيب انا هنا في الكيرف طالما بقول ماكسيمم ديسبيسمنت، وانا عندي الكيرف بتاعي او عندي البرزنتيشن الريبرزنتيشن بتاعي بالشكل ده كده، هلاقي ديسبيسمنت وتايم، يبقى انا عندي الماكسيمم يبقى هتكون عند بي هنا. طيب لو الناحيه الثانيه برضو نفس الموضوع، ما هو هنا ماكسيمم في كيرف اهو بالشكل ده كده برضو الايه، يبقى هنا الامبليتيود، والناحيه الثانيه برضو عند النقطه ديت برضو الماكسيمم ديسبيسمنت، وهكذا. يبقى maximum displacement هو ايه الامبليتيود. وطبعا بما انه displacement يبقى اليونت بتاعته يا اما متر او سنتيمتر، يبقى ده بالنسبه للامبليتيود. طيب ده نمبر 1. نمبر 2 الكومبليت اوسيليشن. انا لسه قايل لكم شويه هنعرف بقى الفور امبليتيودز ايكوال ايه. الفور امبليتيود ايكوال 1 كومبليت اوسيليشن. ازاي يا مستر؟ تعالوا نعرف مع بعض. بيقول لي is the motion of oscillating body when it passes a fixed point in its path. حلو of motion، جميل، كل الكلام ده حلو قوي، بس اهم جزئيه بقى two successive times in the same direction. يعني لو جينا نبص مع بعض كده
في البندوله من قدامنا دوت. اول حاجه هو دلوقتي في الريست بوينت، صح كده؟ طيب انا لو جيت عملت موفمنت للبندوله بالشكل ده كده away rest point، تعالوا كده نشوف مع بعض ايه اللي هيحصل. اهو بصوا كده يا اولاد معايا، اهو البندوله عمال يتحرك بالشكل ده كده. طيب وهو ماشي عمال يرسم، انا مخليته ان هو يرسم مسار او الباس بتاعه، باس اوف موفمنت. اهو بص كده معايا واحده واحده كده، امبليتيود يبقى وصل ماكسيمم بوينت، امبليتيود انذر امبليتيود زي ما قلت لكم. طب راح للليفت هاند سايد امبليتيود، باك للريست بوينت، ندوس هنا ستوب. هنا لما رجع للستوب او الريست بوينت تاني يبقى كده عمل ايه؟ كومبليت اوسيليشن. يبقى ايه هي كومبليت اوسيليشن يا مستر؟ هي عباره عن موفمنت اوف بندولم وين، يبقى هي ايه الكومبليت اوسيليشن؟ موفمنت اوف بندولم when it pass its original two successive time in the same pass. حلو، يبقى لما بيمر على its original او النقطة او الريست بوينت يعني ايه two successive time. جميل، بعد ما عرفنا الكونسبت اوف كومبليت اوسيليشن دلوقتي عايزين نعرف ازاي احدد او how to determine complete oscillation on the curve. طيب اول حاجه انا ببدا ستارت بوينت او ريست بوينت من هنا، بعد كده ماكسيمم ديسبيسمنت يبقى هنا امبليتيود. جميل، طب وين ات باك تو زيرو يبقى برضك او ريست بوينت. حلو، بعد كده زين ماكسيمم ديسبيسمنت زين باك تو زيرو. حلو، هنا دي كله من اول هنا ريست بوينت هنا بي لهنا بي برضو، يبقى هنا ده بنقول عليه كومبليت اوسيليشن. يبقى كده بالشكل ده كده ده بنقول عليه كومبليت اوسيليشن، لان هنا عمل امبليتيود ولما باك برضو امبليتيود هنا للزيرو امبليتيود، وهنا برضو باك، وهنا امبليتيود برضو، وهنا باك امبليتيود. يبقى عندي فور امبليتيودز، الفور امبليتيودز ايكوال كومبليت وان كومبليت اوسيليشن. طيب بعد ما عرفنا الكومبليت اوسيليشن وعرفنا ازاي احددها من الكيرف، دلوقتي عايز نعرف مع بعض البريودك تايم. البريودك تايم من اسمه كده اكيد هو تايم تيكن باي اوسيليتنج بادي تو ميك وان كومبليت اوسيليشن. طيب بما انه هو تايم فاكيد الميجرنج يونت هيكون ايه؟ هيكون سكند. حلو، يبقى انا ايه التايم اللي لازم ليت عشان يعمل وان كومبليت اوسيليشن؟ لو رجعنا بقى للبندولم بتاعنا بالشكل ده كده زي ما هو قدامنا وعندنا ستوب واتش بالشكل ده، تعالوا بقى نعمل كومبليت اوسيليشن وان كومبليت اوسيليشن بالشكل ده كده ونبدا تمو. يلا نبدا ستارت ونبدا برضو التايم ستارت. اهو بدا يرسم اول حاجه الفيرست امبليتيود اهو بالشكل ده كده. حلو، واول ما يخلص one complete oscillation هعمل stop للتايم بالشكل ده كده. طيب يبقى هنا طبعا خلاص كده انا خلصت one complete oscillation. طيب هنا التايم كان عندي 2 second، يبقى ده اللي انا حسبته ده اللي هو الايه البريودك تايم اللي هو ايه time required to make only one complete oscillation. جميل، امال ايه بقى يا مستر الفريكوانسي؟ الفريكوانسي هو the number of complete oscillation made by oscillating body in second او a per unit time. يعني انا عايز اعرف عمل قد ايه من complete oscillation في الوقت دوت في الثانية او في الثلاث ثواني او في الثانيتين. طب انا مثلا في اللي فات انا عملت one complete oscillation في time قد ايه؟ في time 2 second. يبقى كده اعمل ايه؟ اعمل divide، اعمل divide one complete oscillation over time اللي هو 2 second مثلا، فطلع ايه؟ طلع معايا half، يبقى كده هيكون الايه الفريكوانسي. طيب امال الميجرنج يونت بتاعت الفريكوانسي ايه يا مستر؟ الميجرنج يونت هتكون الهرتز. دلوقتي هنعرف مع بعض how to calculate periodic time and frequency in problems. اول حاجه البريودك تايم بيتحسب ازاي؟ بيبقى equal time in second
over number of complete oscillations. طيب يبقى دي اول حاجة، يبقى البريودك تايم بتحسب تايم ان سكند اوفر او ديفايد نمبر اوف كومبليت اوسيليشن. امال الفريكوانسي نمبر اوف كومبليت اوسيليشن اوفر تايم ان سكند. حد خد باله من حاجه؟ ان البريودك تايم والفريكوانسي انفيرت مالتيبيكيشن تو ايتش اذر، صح كده؟ يعني هنا كان ديفايد تايم ان سكند ديفايد نمبر اوف كومبليت اوسيليشن، اما هنا العكس، number of complete oscillation divide time in second. تعالوا نحل مع بعض example. الexample بيقول an oscillating body makes 120 complete oscillations in 1 minute. calculate the periodic time and frequency. طيب نحل ازاي دي مع بعض. اول حاجة الfrequency equal number of complete oscillations اللي هو 120 over 60 second اللي هو اللي ايه التايم بتاعنا. طيب هيطلع بكام بقى؟ هيطلع 2 هرتز. يبقى فريكوانسي 120 over 60 equal 2 هرتز. طيب ده بالنسبة للفريكوانسي. طيب بالنسبة للبريودك تايم، احنا اتفقنا ان هو البريودك تايم انفيرتل مالتيبيكيشن، صح كده؟ تو ايه؟ تو فريكوانسي. فهيبقى 1 over فريكوانسي. طب انا عندي فريكوانسي بكام؟ ايكوال 2، يبقى 1 اوفر 2 هيبقى ايكوال ايه؟ ايكوال هاف سكند. يبقى انا قدرت اجيب ايه؟ البريودك تايم اللي هو طلع بهاف سكند، والايه؟ والفريكوانسي اللي هو طلع 2 هرتز.